سي عبد الإله بن كيران الله يكون بخير. لا راه كان وزير أول 2014 وراه سهر على تسكوي على الإحصاء كامل. ونقول لكم واحد القضية غريبة وقعت بيني وبين وزارة الداخلية واحد شنعان على قضية ديال كيف نعلن على النتائج. وانا قلت نعلنها في الشكل فاش بغيت. وكان لجزء ديال السيد وزير الداخلية للسيد رئيس الحكومة، والسيد رئيس الحكومة ساند وزير الداخلية، وانا درت اللي بغيت. ودابا حنايا دايرين متعودين، حنا متعودين بواحد القضية، من حيث يكون الإنسان في الحكومة الحزب ديالو هو، كل ما درنا شي حاجة قبيحة ديال البطالة وديال التفاوتات الاجتماعية وديال الفقر وديال داك الشيء تيقول لك هذا الشيء كذوب وما كاينش، ومن حيث سيكون في المعارضة تيقول لك هذا هو وهذا الشيء وهذا الشيء من مدام وهذه بحال هذاك اللي تيقول أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إما هاد المندوبية راه مزيانة في مزيان ديالها وفي الخبير ديالها، وإما راه تتخربق وراه تتخربق على كل شيء. ولكن لا، أنا تنعرف السي بن كيران هو رجل غادي يكون ربما ما بحثش في الأشياء بالضبط، أو ما عندوش الوسائل باش يبحث فيها، ولكن يكون على يقين أنه لا دخل في انتقاء المشرفين ولا هذا شيء بأي وجه من الوجوه.